ازدواجية معايير، يعني ناس ما عندهم برنامج، يعني ما عندهم برنامج. انت برنامج تنتقده الان، تنتقد الاعتقال بدون قانون، تعتقل الناس بغن. تنتقد عدم تقديم الناس للمحاكمة، لا تقدم الناس للمحاكمة بل يمكثوا شهور عددة دون أي محاكمة. تنتقد غياب الحريات، تكمم الأفواه ولا تقيم الحريات. ما هذا التضارب؟ معناها هذه ثورة مسروقة، هذه ثورة مسروقة، هذه ثورة رفعت سقف طموحاتها للعامة لكي ينساق وراءها، فلما وجدوا أمامهم دولة ومسؤولية وخدمة الناس ليست لعب، خدمة المواطن ليست شعارات، العمل لأجل المواطن ولمصلحة المواطن ولتحقيق يعني حلم المواطن الذي غرر وضلل، هذه ليست سباحة عادية وطبيعية. طيبة لحياة طيبة.